رجعنا لكم من جديد مع تحدي المفاجيع. اكتر ناس بتاكل في العالم. اشفط. بص يا جماعة، ده مكان بيضة. إجابة طاولة بيض. يا جماعة البيض أكل عيلة يا جماعة كاملة. بص جسمها قد إيه والأكل قدامها قد إيه. بتودوا الأكل فين؟ بتودوا الأكل فين؟ طب حبة لبكرة طيب؟ طب حد يجي يساعدك طيب؟ البيض ده كله راح فين يا جماعة؟ بص وشها قد إيه والبيض قد إيه؟ كفاية كفاية، أنا تعبت. عندكمش قولون ولا إيه يا جعفر؟ أنت بتحط إيه تاني؟ هي اللي أكلته قليل. ما عندهمش عدد يا جماعة. عاملة سباق ولا إيه طيب؟ أنا عايز أفهم. كفاية يا بيت. كفاية يا بيت، أعمل حاجة. يا جماعة دي واكلة بتاع 50 بيضة. يا عم انت بتحط لها، انت بتجيب منين البيض ده كله؟ انت عندك مزرعة فراخ ولا ايه؟ انا تعبت لهم يا جماعة. واحد مخصص بس يدي لها البيض. ايه ده يا عم؟ يا عم كفاية يا عم. طب بطنك طيب؟ طب القولون؟ طب الانتفاخات؟ الانتفاخات يا عم الحاج. كفاية. يا جماعة أنا تعبت، حد يجي يكمل مكاني. دي واكلة بتاع بيت بيضة. ايه بس انت بتصوري؟ انت شايله اللوز والقولون والمعده وكل حاجه. كفايه، انت خلصت البيض ولا ايه؟ لا 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 بجد، خلصتي؟ خلصتي يا جماعه، سقفولها.